السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 18/8/2022 خلال التعاملات، سجل الذهب العراقي 24245 جنيه و75 قرش البيع، 1234.25 قرش الشراء بصعود 11 جنيه ونص. أما الذهب العراقي 22 سجل 1142 البيع، 1131.5 الشراء بصعود 10 جنيهات ونص. الذهب عيار 21 سجل 1090 جنيه البيع، 1080 الشراء بصعود 10 جنيهات. الذهب عيار 18 سجل 934 وربع البيع، 925.75 الشراء بصعود 8 جنيهات ونص. أما الذهب عيار 14 سجل 726.75 البيع، 720 الشراء بصعود 6 جنيهات و75 قرش. عيار 12 ذهب عيار 12 سجل 622.75 البيع، 617.25 الشراء بصعود 5 جنيهات و75 قرش. عيار 9 467.25 البيع، 462.75 الشراء بصعود 4 جنيهات و25 قرش. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل 8720 البيع، 9440 الشراء بصعود 80 جنيه. كمان في ارتفاع في الأونصة بالدولار الأمريكي، سجلت الدولار الأونصة بالدولار الأمريكي سجلت 1766 دولار البيع، 1765 دولار الشراء بصعود 3 دولار اليوم 18/8/2022. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.